احتضنت كلية الفنون الجميلة في جامعة ديالى مهرجان ألوان ديالى الرابع، وذلك لعرض الأعمال اليدوية للشباب وبالتعاون مع رابطة المرأة العراقية. وأكد المشاركون أن النسبة الأكبر للمشاركين هي من النساء، ما يدل على أن المرأة العراقية في المرحلة المقبلة قادرة على تحمل المسؤولية والعمل على توفير عمل خاص بها، آملين من الحكومة توفير مساحات واسعة وأسواق خاصة لعرض المنتجات اليدوية. أنا طالبة كلية إدارة واقتصاد مرحلة اقتصاد مرحلة ثالثة، أشتغل بهذا الشغل معجنات وحلويات. بدأت مشروعي قبل تقريبا 5 أشهر. بالبداية كنت أشتغل بالبيت، كان شغلي بالبيت على الحجز فقط. حاليا أشتغل بمعمل مشترك، يعني كل من وشغله، ها أبو المعمل يشتغل يعني شغل واحد وأنا شغلي واحد. فاليوم أول يوم اللي أشارك بالبازار. اشتركنا مهرجان ألوان ديالى ونثبت أنه ذوي الإعاقة البصرية قادرون على أن يكون قطاعين في المجتمع وأصحاب خبرات وقدرة. شاركنا بهذا المهرجان لعرض منتوجاتنا من الأعمال اليدوية. قدرنا أن نوفر مكان عرض منتجات أغلب اللي موجودين هم أعمال يدوية، حرف كروشيه، فنون تشكيليه. الحمد لله وشكر، نحن نأمل ان نلقى لهم سوق عمل يروجون من خلالها اعمالهم ونخدمهم في مجال المبيعات والترويج لهم ان شاء الله. اكثر البنات نشوفهم يعتمدون على نفسهم، سواء اعمال اليدويه او الرسومات عن طريق البيجات والبيع، ف يعني هذا شيء حفز البنات انه يعتمدون على روحهم اكثر. طبعا تحفزهم هوايه، وثاني شيء يعني تخلي العقول مالها تتفتح اكثر.